القضاء على الهالات السوداء. دونك المكونة اليوم اللي جبناهم عندنا هي قهوة سريعة الذوبان، وعندنا العسل. العسل يعني ماشي شرط يكون عسل يعني طبيعي، ولا مام العسل هذاك اللي نلقاوه عند الحلوى، ماشي اللي نخدموا به يعني الحلوى، بصح نلقاو العسل اللي يجي هكذا في دي بواط صغار يكون يعني شويه السعر تاعو شويه هابط على السعر تاع العسل الحر بيان سور. دونك عندنا مكونين هي القهوه سريعه الذوبان الغنيه بالكافيين، الكافيين يعني تقضي بزاف على الهالات السوداء، وعندنا العسل. العسل يعني هو مهدئ، مهدئ يعني كي نديروه تحت العينين راح ينحي لنا بزاف الانتفاخات اللي يكونوا تحت العينين. دونك المكونين نبداو بهم، بسم الله. نديرو ملعقه كبيره تاع القهوه سريعه الذوبان، بعدها نزيدو ملعقه تاع عسل هكذا، ونحركو الخليط حتى يمتزج. شوفوا كي نكونوا نحركو نسيو نديروه ماشي ما يجيش سايح كما نقولوا، ما يجيش خفيف بزاف، نسيو نديروه اون بوماد. نقدروا نزيدوا شويه، نخلطوها مليح هنايك. مام الناس اللي عندها حساسيه بزاف في البشره تاعها تقدر تزيد مغرفه صغيره تاع ماورد. ماورد معروف انه يهدئ البشره من التهيوجات، يعني كي يكون عندكم بشره حساسه استعملوا بزاف ماورد، وسخطوا الماورد طبيعيه، ما نستعملوش الماورد المصنع. العسل ما شاء الله مع القهوه يعني واحد ما صبح ربي ناكلوها ولا نديروها. دونك هاي ليك كيفاش نستعملوها. ناخذوا كميه، شوفوا توجور كي تستعملوا حاجه ناتوريل هكا ولا استوس في ميزون، سيو ما تستعملوش الخليط بيدكم. يعني حنا نورمال كي نكونوا في الدار نقولوا يدينا مغسولين نستعملوا هكا بيدينا، لا حنا توجور هنايا تقعد لنا هكذا ما نغسلوا يدينا مليح تقعد لنا، كاين جراثيم يعني كميه من البكتيريا ما راحش تروح يعني تكون في يدينا. نسيو كيفاش نيفيتيو كامل نوتيليزيو بيدينا، نديرو ان بانسو ان بتي بانسو هكذا، نخلوه توجور نستعملوا به لي ماسك ولا. ومن بعد ناخذ الخليط تاعنا هكذا نحطوه تحت عينينا هكذا بالشكل هذا تاع يعني تاع اليسار هكذا، ونخلوه مده 20 دقيقه حتى 30 دقيقه. نقدروا نستعملوها هديه نهار بنهار، دونك سا ديبون على حساب لي سيغ اللي عندكم. الا عندكم هالات سوداء بزاف كبيره نقدروا تستعملوها يوميا، باسكو قلنا العسل مهدئ وعندنا القهوه يعني كافيين، يعني راح تنحي كامل هذوك تسوبريمي كامل الهالات السوداء. دونك هكذا قلنا نخليوها حتى 20 مينوت حتى 30 مينوت، من بعد نغسلوها بالماء الفاتر، وتوجور نغسلو وجهنا يعني صابونه طبيعيه. هذه توجور ننصحكم بها، تستعملوا صابون طبيعي للبشره تاعكم. ومن بعد مده تاع نقولوا واحد 15 يوم ولا راح تشوفوا نتيجه يعني مذهله. هي شوفوا باش من نكونوا زعما باش ما نضخموش الامور، هي نتيجه تاعها في اسبوع راح تبان، بصح نقولوا يعني نمدوا ليه تسع، في 15 يوم راح تشوفوا نتيجه ما شاء الله.